أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب المهندس محمد السيسي البعينين أشاد بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي تبذلها وزارة الخارجية للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة، وذلك في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية سعيا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب، موضحا أن البحرين ما زالت تقدم حسن النية ملتزمة ببنود اتفاقية العلا باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بوزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبد الله بن فيصل الدوسري ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة. وأشار السيسي إلى أن اللقاء المتميز الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية جاء لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكد الوزير عدم التزام الجانب القطري وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولا للتكامل الخليجي المنشود. وأضاف السيسي أن اللقاء عكس أبهى صور التعاون بين السلطات من خلال مناقشة العديد من الموضوعات المهمة بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في تطوير مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين والمشاركة الفاعلة في مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والعالمية.